السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على رياض محرز، لا خوف على محرز في مباراة اليوم إن شاء الله بربي. ما باقي لاش بزاف، ما باقي لاش باقي لاش سويعات، برك غادي إن شاء الله بربي نجيبوا الفوز ونجو. واللي التصحيح فقط حسب فريد معطاوي وين راه تكلم على القضية تاع 24 فوز للمنتخب المصري بدون 24 مباراة بدون انهزام، راه دار توضيح قال بلي في الدوريات اللي لعبوهم في الكوب دافريك، ماشي كيما رانا قاضبين حنايا، لا مش كيف حنا، رانا خير منهم، حنا رانا الاحسن وما ساكتين. وحنا لازم الصحافة تاعنا كيما ولاو يهضروا هذاك بيع هذاك صالح بيع عبود هذاك مقلي هذاك، ولاو يهضروا في قناة النهار وكلش، قال لك لا 24 لا حنا رانا خير منهم. هذوك على حساب فريد معطاوي وين قال قال بلي 24 مباراة بدون انهزام المصريين في الدوريات اللي لعبوهم كيما نقولوا حنا في الكوب دافريك اللي لعبوها، هذا ما كانش كيما نقولوا حنا رانا من 2018 جايبين حصاد، لا ماشي كيف حنا كرنا على بالك. كانوا عندنا لي ماتش، حنا كانوا عندنا لي ماتش في الصيف اللي فات، كان عندنا في مارس، حنا كرنا بالك في 28 بارتي ولا 30 بارتي بدون انهزام، كنا غادي نلعبوا لي ماتش عمي يكون نلعبوا، كنا كرنا في 30 بارتي، والله لا كرنا في 30 بارتي بدون المستوى اللي كنا عليه مقبل كورونا مع كولومبيا وارواح اودي البرازيل، كنا غادي نربحوها البرازيل. جات كورونا هذه تشوف اي هالكا مشي اي هالكا كاع الغاشي. وين اجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري بعد ظاهرة يوم اخر تدريب يوم الاحد اول وين صح السبت اول حصة والحد وين تدريبية لهم بملعب مدينة هراري بالعاصمة الزيمبابوية، ونستعد الخوض لمواجهة المضيف الزيمبابوي بعد ظاهرة هذا الاثنين اليوم إن شاء الله لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022. وشارك قائد وجناح رياض محرز في الحصة التدريبية بعد شكوك التي حامت حول إمكانية غيابه عن مواجهة اليوم بداعي الإصابة، وين عانى الجناح فريق مانشستر سيتي الانجليزي من الام في الكحل اثناء خوضه مباراه الزيمبابوي مساء الخميس الماضي، وين اجريت الناخب الوطني الجماب الماضي على وين كيفاش دار استبدال في الدقيقه 71 بزميله صانع العاب ادم الناس. وين شاهدنا في الصور وين المدرجه وين رياض محرز في التدريبات يخوض تدريبات مع محاربين العصر الصحراء بالعاصمة هراري. إن شاء الله بربي ما يكون ما عنده والو، حنا ماذا بينا تكون التشكيلة مكتملة، أنا هذه اللي نحوس عليها، نتمنى تكون التشكيلة مكتملة برك، يعني كل أحسن يلعب إن شاء الله بربي، واللي يدير فيه الثقة المدرب يقدم واش ممكن، المسؤولية راهي عندهم. حنا اليوم نتمناو احنا على بالك والفنا الربح نورمال، بارتي هذه ماهيش حياه او موت، ما نكبروهاش، ماهيش حياه او موت، ناس خايفين ناس غادي نربحوهم نورمال. ضروك الى حنايا غادي نروحو نلعبو كوب دي موند، هو جمال بالماضي ما قالش نجيب كوب دي موند، قال غادي نلعب لابعد نقطه، ما غاديش يقول قاش ما كاش مدرب يكون غبي باش يهدر لك يقول لك غادي نروحوا نجيبوها ونجو، هذه ماهيش محطوطه غادي يقول لك روح البدها وروح، لا باش ما نكونوش اغبياء، ما مع الناس ما يكونوش اغبياء، علاه نقولوا بلي نكاليفو ونروحوا نلعبوا بارتي بارتي كيما نهار كوب دافريك، بارتي بارتي كيما البيبان يتحلوا، كل بارتي باب يتحل قدام يقول لك تقدم راك رايح تصيب روك فينا ان شاء الله بربي كوب دي موند فين كيما هكا. بصح الا رانا نقولوا بلي نجيبو كوب دي موند وخايفين من زيمبابوي تما ما نجيبوش كوب دي موند، تما رانا نكذبوا على روحنا. صار كيما ذاك العالم تاع في الماكله في الغذاء
قال لك نكذبوا على الجسم تاعنا. قال لك الصباح تنوض تضرب كريم وحبه كرواسون وتقول راني كالي، تسمى راك تكذب عليك، تكذب على الجسم تاعك. تسمى حنا نكذبوا على عقولنا. ضروري نقول لك نروح نجيب كوب دي موند ونقول لك راني خايم الزيمبابوي. الزيمبابوي غادي بروميير ميتو ولا دوزيام ميتو غادي يردوها حصه تدريبيه، غادي نخلوهم يجروا باش يحوسوا باش يمركوا هدف شهر. زيمبابوي هذه زيمبابوي اللي يبقاو اليوم ان شاء الله تشوفوا، اليوم عشيه تشوفوا، غادي ناكلوهم اليوم، ناكلوهم اليوم، نكملوا معاهم اليوم، نقطعوهم لياس اليوم، نسنيو الله بريك ان شاء الله يا ربي. هذه اللي نقولوها ان شاء الله، يا ربي راه عالم بالغيب، احنا مانا عالمين بوالو، احنا نشوفوا الواجد قدامنا، ربي هو اللي عالم بالغيب. على هذيك نقول ودي كاش هذي تاع تخاف ولا نخافوا ولا ها صعيبه علينا ها غادي ما نديروا والو، هذه غير كل عمر يسعد كما قالها جماعه بالماضي، اللي يربحنا يربحنا بصعوبه، يعرق ويبرق لازم العرق لك حل يخرج له. الى ربحونا نعطيهم انايا 0.0 ربحه للزيمبابوي، 95% ربحه لينا و100% ماتشني، باش يربحونا 0.0 فيرجي زوج اصبع. هذا ما غاديش الا خام الزيمبابوي تما ما نروحش نلعب كوب دي موند، تما راني نكذب على روحي. ها والله الا الزيمبابوي ربحت 100 تما نكذب على روحي ولا ويلا خسر ولا ما كاش ربحه نورمال، ما كاش ما يشرا فان دي موند، ما تبقاوش تكبروها لنا خسرنا هادرنا صايب، خلي الناس تخدم، الستاف يخدم، لعابه يخدموا، ما تبقاوش تدعوا عليهم يا خويا. الى ربحنا ما شاء الله ورانا في الطريق الصحيح، والى خسرنا ما تبقاوش يخرجوا علينا دوك تاع فهم. يا حبه حنا دروك فرنسا خسرت كوب دورو في بلادها، وكان عندهم كوب دي موند، خلاو لونترينر وجابوا كوب دي موند. شوف كيفاش، شوف حنا ماشي مع زيمبابوي نخسروا ويقول لك اي صايك، لا خلي الطريق تمشي، خلي البغلة مشاية، خاطر ما راش عندنا غير بارديا تاع زيمبابوي غادي يحبسوا، لازم نخمو اللي قدام شراه جاي. عندنا دو ماتش تاع كوب دافريك نربحو بورتسوانا، حنا رانا مكاليفي هنايا، حنا كيما كان كاليفي، أخرى عندها ربعة، هذي كيسموها هذي زيمبابوي عندها ربعة، زومبيا عندها ثلاثة، بورتسوانا عندها وقيلا ثلاثة، وقيلا عندها ثلاثة، زيد حنا راه عندنا تسعة، حنا نقطة واحدة صحيح رانا كاليفي حسابيا، نقطة. نقطة ما لا اجتهاد، نقطة برك طاك طاك فوتو. عندنا دو ماتش، عندنا بورتسوانا هنايا وزومبيا غاديك عندهم، ماهيش قضية زعما كنقولوا بلي لا فان دي مون تقولوا خسرنا غادي تولي قضية مأساة وطنية، لا نورمال. أنا راني نقولكم زعما كنديروا احتمالات، منظرك نقولوا هذوك صحاب الكرافاطات يا ودي كاع لا خسرنا لازم نشجعوهم مش نطيحوا عليهم، لازم نشجعوا الفريق الوطني الجزائري. ورساله واحد ارسلها لي قال لي راك داير ها ما صرناش الاديداس، هذه نقول لك تاع من، هذه السيلفات نقول لك تاع من، هذه تاع يبدا سيلفات بها بالسروال تاعها، هذه تاع يبدا، هذه تاع يبدا، هذا السيلفات تاع يبدا، هذه دور يجينا، هذه مبروده، هيا لو راهي هاي مبروده، باقي حاسب تاع لي طير وحدها، باقي حاسب لي طير وحدها جالك كانت تخدم، هاك حاسب جايبينها من السوق تاع سيدي خطاب، لا توني جايبينها من السوق تاع سيدي خطاب، توني خضرا وبيضا تقول تاع نيجيريا ما فيهاش تا خط احمر، هاد لا تويت هاكي تجي هاكي تجي بيها بالكاسكيطة هاد السيرفات، هادي تاع يبدا، عندك خايف مني في راسك خويا.
كاش اديداس كاين ما صناش. عندي تريكو انا تاع 2015 اديداس تاع ليكيب ناسيونال، فاني جبتو من عند لعابه تاع ليكيب ناسيونال نورمال. تحيه الجزائر.